خليني أروح معاكم لمؤسسة أنا معجبة قوي بالمهمة بتاعتها. المؤسسة اسمها مؤسسة رقودة، وأنا برضو يعني الاسم مش عارفة اختياره، هسأل عليه. مهمتها الأساسية الفن والتراث. تهتم إيه المؤسسة دي؟ هي الحقيقة بتعمل في الإسكندرية منذ 2015، وليها نشاط المؤسسة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من المشروعات والفعاليات في مجالات الصيانة الأثرية، اللي هي إن إحنا نعمل صيانة للأثار، ونعمل كمان مع الصيانة توثيق، لأنه التوثيق مهم قوي، ومشاركة اجتماعية، يعني نشرك المجتمع في هذه الأشياء وننشر الوعي، ونحقق كمان مع ده التنمية المستدامة، إن الناس تبقى عارفة يعني الأثر إيه، قيمته إيه، توثيقه إيه، حالته إيه، إحنا في أني زمن، وإيه الموضوع. الصور فيها مشاركة اجتماعية وأيضا مشاركة مجتمعية من الناس. ومن أهم مشروعات رقودة الآن هي المحافظة والصيانة للتراث بمنطقة الماكس. عارفين الماكس دي قريبة جدا من دخيلة العجمي، منطقة في اسكندرية، وهي توثيق أسواق السمك. يعني سوق السمك في الماكس الحقيقة معروف جدا، سوق بديع كبير قديم جدا، فده برضو توثيق ليه. قوائم أيضا، قوائم بقى الحصر والإحصاءات الجغرافية، صناعة أفلام وثائقية، كل ده بتقوم بيه المؤسسة، بجانب كمان برنامج للطفل الصيفي السنوي. وده شيء جميل إنه الأطفال يكون عندهم يعني نشاطات وحاجات كلها تدور حوالين التراث وحوالين الأشياء. الحقيقة الصورة في اسكندرية، أنت أي صورة لإسكندرية لازم تلاقيها بديعة. خلينا نروح لمدير مؤسسة رقودة ومرممة الآثار الأستاذة رضوى عبد الهادي. مساء الخير أستاذة رضوى. مساء النور، أنا بس اسمي روضة مش رضوى. روضة، أستاذة روضة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني كلمينا عن هذه المؤسسة وقولي لنا بالظبط زي ما أنا قلت كده، المؤسسة دورها التنموي حلو جدا، الحفاظ على الآثار وتوثيق الآثار. هي مؤسسة رقودة للفن والتراث. حضرتك كنت بتسألي الأول على الاسم. أنا بسأل على الاسم. أيوه، هي يعني قبل إنشاء الإسكندرية، قبل دخول الإسكندر الأكبر، ما كانش لسه في إسكندرية، لكن كان في قرية صغيرة خاصة بالصيادين، هي اسمها بالمصرية القديمة كان راكدت، وباليونانية كان راكوتا أو راكوتيش، وبعدين لما دخل العرب فبقى اسمها ركودة. فده مكان دلوقتي، فاحنا في البدايه واخدين اسم من الاثار ومن التاريخ. يعني بالظبط، هي اقدم منطقه في اسكندريه كلها، اللي هي منطقه كرموز الحاليه، فعشان كده احنا اخترنا الاسم ركوده. تمام. واحنا بنشتغل على التراث مش بس على الاثار، لانه التراث بينقسم لشقين، التراث المادي اللي هو فيه الاثار، والتراث غير المادي اللي هو بيحتوي على عادات وتقاليد، حرف تراثيه، فنون شعبيه وهكذا. يعني أنا شايفة مثلا حضرتك، يعني وأنا بقرأ التقرير في البداية، مثلا أنتوا عاملين حصر كده، وأيضا سوق السمك اللي موجود في الماكس، يعني وده سوق قديم جدا. يعني بالظبط، احنا هي الفكرة أنه من ضمن المهام اللي بتدرج تحت كلمة صون وحفظ التراث، أن احنا نوثق التراث ده، خصوصا لو هو يعني تحت مشروعات تطوير، فاحنا بنحاول ان احنا نوثق الشق التراثي اللي فيه، سواء كان مباني او حرف وعادات بتمارس فيه. فاحنا عندنا حلقه السمك، هي يعني هي تمت حلقه لان هي كانت البيع بيتم فيها بشكل حلقه، واللي اسسها محمد علي، فالعاده موجوده من قبل محمد علي، وبتمارس يوميا من الفجر لحد الساعه 7 او 8 صباحا، بشكل بيع مزادات للسمك بشكل حلقات. انا رحتها مره واعتقد مره يعني في احدى برامجي القديمه، وصورنا فيها، وكانت حاله بديعه، يعني جداً. شكل التجار والحاله البيع والسمك مع الفجر، حاله بديعه يعني وممنهجه. يعني حتى كمان في تجار مخصصين لتاجير طاولات السمك، وهم اللي بيحتكروا المهنه بتاعه صناعه طاولات السمك، هم ثلاث عائلات بس في الحلقه نفسها، وهم اللي بيأجروا حتى الطاولات ديت لمنطقة المكس. فهو تراث بديع جدا، وإحنا يعني بنعمل على إن إحنا نوثقه في قوائم حصر، وكمان نوري للناس التخطيط العمراني بتاع اسكندرية كان بيمشي إزاي، عشان كده إحنا بنوثق كمان من خلال الخرائط. أكيد. أنا شايفة في الصور كمان حالة بقى مجتمعية، يعني في ناس، في أنشطة، في أطفال، في إشراك للمجتمع،
في الترميم، في وجودهم في الأثر، يعني كلميني على حالة الصور اللي أنا شايفاها والمجاميع دي. هو احنا كنا دايما بنحس ان في عزله بين المتخصصين واللي احنا بندرسه في الكليات وما بين فهم الناس لقيمه التراث في الشارع، وناس تبقى بتمارس التراث كل يوم في حياتها اليوميه بس هي مش عارفه ان ده تراث. احنا فروم داي 1 بنشتغل على فكره ان اشراك المجتمع في تراثه، مش بس ان هو يسمع معلومه عنه لكن هو كمان بيشترك في تنميته، بننشر الوعي له وكمان هو يكون جزء من حفظ وصون التراث ده. فطبعا الانشطه بتختلف على حسب الاعمار اللي بنستهدفها، بدايه من الاطفال لحد كبار السن، وطبعا الشريحه الاكبر للعمل هي شريحه الشباب. فعشان كده دايما الفعاليات بتاعتنا بتبقى خاصه بالشارع السكندري بالذات، بس كمان احنا بنشتغل في باقي محافظات مصر. أكيد. أنا بتصور لو يعني إسكندرية كلها تاريخ، يعني كمية الآثار، كمية التاريخ اللي موجودة في إسكندرية. أنتوا حتى الترام بتاع إسكندرية كان تاريخ، يعني إسكندرية كلها تاريخ. الترام نفسه هو كان أول ترام يدخل مصر، صحيح، وأول ترام يدخل أفريقيا كلها، وتاني ترام في العالم بعد إنجلترا. وكان الهدف منه هدف تجاري بحت، إنهم عشان كان يوصلوا بين الصناعات والتجارات في ميناء البصل ومنطقة المنشية. هي اسكندريه كلها ميناء قايمه على فكر حرفي وصناعي وتجاري. اكيد. يعني انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق ولهذه المؤسسه اللي بتحاول حقيقي تقدم مجهود وكمان تشرك المجتمع فيه. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الموضوع، ودايما نتابع معاكي لما يكون عندك اي صور جديده او اي اشياء جديده. بشكرك جدا الاستاذه رودا عبد الهادي، مدير مؤسسه رقوده ومرممه الاثار. بشكرك شكرا جزيلا.